يعني. هي في عامل 50% جينات وراثيه اب وام، ولكن ال 50% ديت ما تطلعليش طفل بحت عنيد بحت او عصبي بحت او كاذب بحت او سارق بحت، ما فيش الكلام ده. بجانب ان في حاجه، ان السلوكيات اللي انا بذكرها ومن اهمها العند او العصبيه ديت وبالاخص العند دي تكوين شخصيه في الاول. احنا قلنا زي ما قلت لحضرتك في الاول الاب والام هم اللي بيطبقوا الطفل بفكره العند، ان هم بيضغطوا عليه بان هم محتاجينه بيطبقوه عليه. اول ما الطفل بقى بيوصل سن سنتين يبدا بقى يستقل بذاته، اللي هي يكون شخصيته، تكوين الشخصيه. فاستقلاله بذاته دوت بيخليه ان هو يبدا يتمرد. احنا كاب وام بنفهمها ان هو تمرد، تعالى يا حبيبي كل، لا مش هياكل. بيبدا التمرد ده بيبدا بقى في الاكل، في اللبس، في انه يكسر الالعاب بتاعته، في انه يضرب اخواته، في انه ما يسمعش كلام ماما، في انه يرفض الرغبات بتاعت ماما وبابا، الاوامر. فبيبقى صعب عليه، هو خلاص متمرد، هو عايز بدون لا وعي انه يثبت للام انا مستقل عنك. يعني انت مش هتضغطي عليا، يعني انت مش هتنفذي عليا الاوامر خلاص. استاذ حضرتك هناخد بس اتصال. استاذه ساميه اتفضلي. طيب طيب حاولي تتواصلي معنا تاني، اتفضلي كملي. تمام. فبيبدا هو الاستقلاليه من سن السنتين لحد 3 سنين. لما بيجي بقى الاب والام يتعنفوا ويصلحوا السلوك دوت، بان هم يضغطوا عليه جسمانيا او نفسيا او يبداوا يحطوا الاوامر مشدده، بيبدا الطفل يثبت عنده فكره العند. او يقال قدام نكون في حفل عائلي كده او حاجه ويذكروا اسم ابنهم ان هو طفل عنيد وكده، وهو يسمع الكلام ده فبيثبته عنده مفهوم العند. انا عنيد، طب انا عنيد، فيبدا فعلا يمارس العند. وللاسف كده تحولنا من اضطراب سلوكي او حاجه في مرحله النمو، ان هي ممكن مع الوقت بتنتهي، ان هي حاجه بتبقى ثابته في طبيعه شخصيته. ويبدا على هذا التمرد، يبدا على هذا العند، فبيبدا يتحول ان احنا يبقى محتاجين تدخل المتخصصين في تعديل السلوك. طيب هل اعطاء اوامر سلبيه للطفل بتاثر على سلوك الطفل ده؟ اكيد طبعا. انا لما اجي ادي اوامر سلبيه للطفل على سبيل المثال ان انا معلش ناخد استاذه ساميه بس. اتفضلي استاذه ساميه. نعم اتفضلي يا فندم. طب ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اكيد اتفضلي يا فندم. لو سمحتي معاك. انا عندي حفيدي، لو سمحت انا عندي حفيدي. اتفضلي. حفيدي هو في ثالثة اعداد. تمام. وعانيت ما فوق ما تتخيلي. تمام. يعني في شهر، يعني في شهر رمضان، قوم يا ابني صلي، اللي يسمع الاذان اقول له يا ابني قوم صلي، يقول لي طيب، ويقعد وماسك التليفون بقى 24 ساعة لحد ما بينام على التليفون. تمام. وعانيت عانيت فوق ما تتخيلي لو سمحت. طيب اسال حضرتك. انا مش عارفه اعمل له ايه. طيب بصي اتفضلي. وكمان ما قرعت ضوافره مخليها يعني لحد ما جاب الدم. لما ضوافره قرقدت وجاب الدم بقى يعدي في ضيق الهواء لحد ما خلاها عامله زي ما تكون محروقه. طيب استاذه حضرتك، هو العند دوت حاجه مستجد عليه اول ما بقي في ثالثه اعدادي او دخل المرحله الاعداديه، ولا كان من هو صغير؟ لما دخل المرحله الاعداديه. طيب هو لما دخل المرحله الاعداديه هو ده ما اسموش يعني عند مرحله النمو، هو ده اسمه عند مرحله المراهقه، اللي هو خلاص دخل في مرحله جديده، فبيبدا يتمرد ويفرض شخصيته ويثبت ان هو خلاص كبر وبقى راجل مستقل، فبيبدا يفرض شخصيته ان هو مستقل بذاته، فبيبدا يتمرد. فدوت محتاج ان احنا نصاحبه كويس جدا، ان احنا نسمع ليه، ان احنا ناخد رايه في كل حاجه، ان احنا نستجيب ليه. شكرا يا استاذه ساميه، تابعينا. اتفضلي. ان احنا نستجيب لرغباته، لان هو كل اللي هو عايز يثبته ان انا خلاص كبرت، ان انا بقيت راجل، فانا من حقي ان انا اقول رايي ومن حقي رايي يعد بيه. وعلى فكره في مرحله المراهقه ديت، هي مرحله المراهقه من كام لكام؟ هي احنا عندنا مرحلتين. بتختلف من طفل لطفل؟ اكيد طبعا. بحسب طبيعه الطفل، اذا كان ولد او بنت. مرحله المراهقه عندنا المرحله المراهقه المبكره بتبدا من عند 10 سنين لحد 12 سنه او 13 سنه. من المرحله المراهقه المتاخره بتبدا من عند 14 سنه لحد 16 سنه.